الشيء اللي نتمناه أنا كمجاهد في الانتخابات اللي راهي جاية، أن الشعب كرجل واحد، رجال ونساء، يقفوا كرجل واحد ويروحوا ينتخبوا، وتكون مشاركة قوية لا في الداخل ولا في الخارج. وهذا موش من أجل الانتخابات كانتخابات، لأنها ستكون رسالة قوية للجزائر مع الخارج. لما الشعب يشارك مشاركة فعالة وقوية في الانتخابات القادمة وتكون ديمقراطية حقيقية، تكون رسالة قوية يبعثها الشعب الجزائري للعالم ككل. وهذا الشيء اللي راح يزيد يقوي أكثر فأكثر مكانة الجزائر في العالم.